وقد دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع في فلسطين والقدس وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة. ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية وإطلاق تحقيق أممي مستقل بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، وندعوه إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال. لا يجوز أن تمر هذه المجزرة التي ارتكبت بدم بارد ضد رجال ونساء وأطفال مارسوا حقهم في قول لا للاحتلال من دون عقاب. عدم محاسبة مرتكبيها وفق القانون الدولي تخل عن القيم الإنسانية. ولا بد أيضا من أن نطلق حملة مؤسساتية ممنهجة للتواصل مع المجتمع الدولي ولتعرية الممارسات الإسرائيلية المستبيحة لحقوق الإنسان والمهددة للأمن والسلم الدوليين أمام الرأي العالمي، ذا كأن أمن الشرق الأوسط واستقراره ركيزة لهما. كما ندعو المجتمع الدولي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967.